حسن ربحي وزير الاتصال والناطق الرسمي في حكومة نور الدين بدوي لتصريف الأعمال، تغريد خارج السرب في أولى خرجاته، حديث عن تشكيل لجنة لتوزيع الإشهار العمومي على مختلف وسائل الأعلام دون إقصاء أو تمييز، تمييز ظهر جليا أنه ممارسة لا تزال قائمة لحد الآن بدليل حرمان مؤسسة البلاد من هذا الإشهار، والتهمة تغطية الحراك الشعبي ونقل صوت الشعب. هذا القرار من شأنه أن يضفي الشفافية والموضوعية ومبادئ الديمقراطية في توزيع مساحات أو أقساط الإشهار في الصحافة العمومية، ومن شأنه أن يلبي طلب الصحافة العمومية والخاصة. كوني على يقين أن صحيفة البلاد سيكون لها قصد يعني على غرار يعني كل الصحافة الأخرى يعني في إطار بلورة وتنفيذ السياسة التي أقرتها الحكومة. رحيل الباءات وكافة الأحرف القديمة، ارحلوا جميعا، نداءات غابت عن حكومة تصريف الأعمال والناطق باسمها الذي لم يوفق في خرجته الأولى. أعضاء هذه الحكومة وأيا كانت الأوصاف التي تنعت بها، فكل أعضاءها هم من رحم هذا الشعب وهم من أبناء هذا الشعب، وكلهم لهم تجربة وكفاءة متميزة يعني في مختلف القطاعات التي كانوا يعملون بها لصالح الدولة والبلاد. حكومة تصريف الأعمال في قراراتها التي حملت طابع الاستعجال عقب اجتماعها الأول كانت مخرجاته إعادة النظر في توزيع خريطة الأحزاب والنقابات وتمكين من تتوفر فيهم الشروط من الحصول على اعتمادات، لكن واقع الأمر أثبت عكس ما ينادي به الشارع، ووزير اتصال يقول ما لا يؤمن به.